خس اف ام تزيد في القيمه. زون ميكس رجعنا لكم من جديد في زون ميكس من اخر جزء من حصتنا اليوم. قبل ما نمشي الفريق بالمصفى سامي شنو حبيت تقول قبل ما نقص؟ والله حبيت نقول مره اخرى تفرجت في التاسع انا وصار ان ديبا انتي ديبا تكلموا وقت على الشامبيونات التونسيان وكيفاش معناتها البطوله التونسيه ما عندهاش لاعبين تنجم تمشي ليكيب ناسيونال وكل. وعجبني بصفه غريبه التدخل نتاع لسعد جرده قال لهم لو تقولوا الكلام هذا قال لهم ثم لاعبين في البطولة التونسية كومبيتيتيف ونجموا يمشيوا لكيب ناسيونال. وهو قال لكم نعطيكم دليل قالوا احنا نجيبوا في لاعبية جزيرية مش انترناسيونو يرجعوا بعد البلدانهم يمشيوا لكيب ناسيونال متاحهم يوليو انترناسيونو. لاعبين ليبية نفس الشيء يجيوا هونية انو سون با انترناسيونو يمشيوا بعد انترناسيونو. هالمرض هذايا اللي عنده توا سنوات اللي يجي من الخارج مش تيتولير ما يلعبش متعارك مع ايكيبو ان با اون فورم هذاك يجي للسيليكسيون ونمشيو له ونتبعوه ونتكلموا عليه في الكونفرنس دو بريس. وهاو لقينا واحد في فان فون تاع النرويج ولقينا الاخر غاديكا ولقينا واحد ما يلعبش وكل يلزم ثم أربعة خمسة على الأقل أربعة خمسة لاعبين من البطولة التونسية على الأقل ينجم يكونوا تيتولير في الليكيب هذية. لكن توا سترميني توا هما توا اللي فما في المجموعة مش قاعدين يلعبوا فما بالك الناس اللي معناتها اللي هما في البطولة التونسية. واضح باي باش ما نكونوش شباب سلبيين نسمعوا شوية نحكي اون جينيرال نسمع شنو قال فاروق بن مصطفى بعد المقابله كومي مخلينا 3 بوان على 3 على 3 في المجموعه ما زالت نقطه تفصلنا على التاهل. فاروق بن مصطفى والله الحمد لله ان شاء الله نكون كنت عند المستوى وهذه ريسبونسابيلتي كبيره بالنسبه لي حاجه مصيبه لازم نخدم عليها برشا. ثاني حاجه معناتها اللي المهم معناتها الماتش اليوم في 3 بوان غاديك ان شاء الله باش يكون الطرح اقوى وان شاء الله المهم عملنا ثلاثه فيكتوريات في معناتها في الباركور هذا الاولاد الكل كونسونتري ان شاء الله غاديك كيما قلت لك الطرح مش باش يكون ساهل لكن نحن حاضرين ان شاء الله. تلقى عملنا 3 نقاط 9 نقاط 3 على 3 اليوم منتخب اليوم نقطة تفصلنا على التأهل اللي بعدنا الكل عندهم 3 نقاط كومي نشوفوا حاجة إيجابية ما نكونوش بس سلبيين في البلاتو بينسى احنا تونس احنا بينسى يعني احنا تونس بطبيعة معناها هذي حاجة عادية باش نتعديو معناها اعطيهم صحة جوالات مش معناها احنا كي نحكي ولا كي ننقضوا ولا كي نعديو ميساجات راهو باش تتحسن الأمور وباش يفيقوا بأغلاطهم عندهم يربحوا كيفاش نقولوا لهم أنتم أحسن جوالات وأنت أحسن المدرب هذه السياسه هذه ماهيش نتاعنا وماهيش معناها احنا نتكلموا باش نصلحوا معناها كي يقولوا راهو الملاعب الفلاني ولا الملاعب الفلتاني نجم يكون ولا الملاعب الفلاني ما عملش ماتش باهي ولا ما عملش كوب دافريك باهي معناها راهو فريق مصطفى قلت مره فاتت الكلام هذا نتصور هو الجارديان ميرو في تونس في المنتخب هو حتى في قناه منظر هو رقم واحد اي ما جات كونفوكاسيون هو معز مره زي من نفس الجامعه اما سبوع تواشكم شي لعب في ترجي لا اي انا نتصور فاروق باش يلعب الحكايه زمها معناها راهو بيانتو معناها باش نلعبوا كوب دافريك باش نلعبوا كوب التصفيه تاع كاس العالم اللي هي مهمه بالنسبه لنتصور الجمهور المنتخب اكثر من كوب دافريك يعني كوب دافريك حاجه عاديه باش نمشيو دونك احنا نحلموا بقطر نحلموا بالدوحه 2022 معناها من توا يلزم جارديان شكون معناها شكون جارديان نميرو ان نميرو دو نميرو تو هو منظر واضح شكون باش يلعب سانتي في الترجي شكون باش يلعب اي معناها الموضوع هذا لازم معناها يتسكر في اقرب وقت باش هو يعرف روحه اللي هو جارديان نميرو ان ويخدم على روحه ويصلح مع الانترنور تاع الجارديان في جمعيته وفي ليكيب ناسيونال راهو فما حاجات في تونس راهو تقعد راهو في العالم الكل معروف شكون جارديان نميرو ان نميرو دو نميرو تو قبل ما تبدا السيزون في لي كلوب ولا في ليكيب ناسيونو معروف هذه ديكلاري اي ما فهمتك شنو تحب تقول هو قالها منظر كبير عندي فريق رقم واحد يعني كونفوكاسيون نورمالمون واحد بركه متى راجي ما يجوش زوز نورمالمون معناها الجارديان تاع المستير عمل سيزون كبيره ولا صحيح هاي تاع سيس دحمان زين ودحمان نورمالمون جا جارديان يمشي يشوفه بلدي ما يتنحاش عن المستير معناها شكون يتنحى انت تخمم في ايزم يا معز يا فاروق واحد بركه يجي ويأخذ يقعد لاخر ماخذ بلاستو نحكي برشا اتحاد المنستير يعني ديما نحب نمشي بالميريت معناها جمعيه عملت سيزون كبيره فما زوز ملاعبين منهم شاول ليكيب ناسيونال اللي هو جلاسي والجارديان
في جبت واحد باش تستيه عايط لأربعة حراس ما فما حتى مشكل باش شنو اللوجيك تنقي بيه انت معز ولا فاروق وتخلي بشير بن سعيد مثلا فماش كومبيتيسيون فماش شامبيونا شنو اللوجيك تنقي بيه واحد وخليت واحد لا لا انت في التخمين بارابول الستاج اللي فات معناها لا اي صح هو يحب يقول لك ان غدوة واحد منهم هو يلعب في الاسبيرانس اي غدوة كي يتنحى واحد وين مع حياته ما فيهاش ما فيهاش فلسفة ما لازم واحد بركة من جمعية ما يجيوش زوز من جمعية اي في المستقبل تصور هذاك اش باش يصير تو ما بديت شامبيون تو ما ظهرش شكون الجارديان الاساسي نتاع الاسبيرانس نقول لك كان ما خرجش معزة لا لا كان خرج معز موضوع اخر اما نحكي بنفس الجمعية معناها بشير بن سعيد ما يجيش يتنحى ويجي واحد باش ينتسيوه نشوفوه النجم يجي كاتريم ولا ساكيم جارديان ما فيها حتى مشكل ويشوفوه في في ليزونترينمون وما يتنحاش بشير بن سعيد يقعد قريب مع فاروق مع ممكن في الليستا في الليستا ديما موجود في الليستا ايه مستاج مهم برشا وسام انت لعبت ليكيب ناسيونال تعرف كل ستاج عنده قيمه بتبيعه. لا لا بتبيعه بتبيعه يقرب مع اصحابه يعيش في المنتخب هو بيده يعني ضمن الحاجات معناها نتاع ما يحس بكان ملاعب يمشي ليكيب ناسيونال ولا عاش ستاجيات ولا كي يبدا مقطع مره تعيط له مره ليه يحس روحه اللي هو ما ماهوش انا حسب رايي فاروق هو الحارس نيميرو 1 في تونس وان شاء الله تتاكد هذيا عند منظر كبير لكن لازم اتاكد ماهيش راهو يعيط المعز فاروق من نفس الجمعيه ونخسروا بلاصه تاع جارديان اخر وماك شفت في الكوب دافريك الفات عملنا ريكور شدوا ثلاثه حراس هما شدوا في الواحد يزن فاروق ويزن اكثر يقرب لليوسف اليوم يعني يحكيوا برشا مع بعضهم ومع مع لاتيرو دراجر وكشريده ومعلول وحدادي ويقربوا لبعضهم باش بنقص غلط خاطر كل ما نطلعوا في النيفو كل ما مش جي مش تلعب عادي زاد بسير قويين برشا دونك الغلطه بحسابها ما نحبوش لا فاروق يغلط ولا مريح يغلط ولا دراجر يغلط نحبوا ليكيب ناسيونال نطلعوا في نيفو اخر لانه بصراحه راهو الناس قلقت كما قلت مرفيت جمهور المنتخب خلق من المشي والمرويح نحبوا بوديوم مينيموم فينال تاع كوب دافريك ما تنجمش تعمل فينال بالحاجات هذوما فما برشا حاجات لازم تريك ان شاء الله بين كم مع اخر نقطه متعلقه بالمقابله وسام التغييرات اللي عملهم منذ كبير البارح دقيقه 71 دخول سليتي والخاوي مكان بن سليمان والمساكني دقيقه 88 محمد امين بن عمرو مكان حمد رفيعه وفي اخر ثواني من المقابله دخل اللمتي ومقني مكان ساسي والخزي بون برشا عباد علقت عليهم سيرتو اللمتي ومقني معناها في اخر دقيقه معناها على شنو اخر ثواني على باس شنو معناها دخلوا زفر وهم بكري في الديكلاراسيون فما شكون قال هنا باش تقيدوا لهم مقابله دوليه ما عادش نجموا نخسروهم من العبيد ولكن القانون تبدل يولي اذا كان هما عملهم اقل من 23 عام ينجموا يبدلوا حتى بعد اذا كان يحبوا يبدلوا لهم دوليه معناها ملاعبيه ذوكم معناها اذا باش ينفعوا المنتخب راك لعبتهم عندهم ترى قداش معناها باز معناها مش على اي مازالوا صغار 20 عام هما الزوز 20 عام تو نحن نقولوا صغار 20 حتى رفيعه 20 والاخر 19 سليمان معناها فهمت بكري في الديكلاراسيون منذ الكبير اش قال؟ قال نحن الشوط الثاني خلقنا فرص معناها شوتات من الخزري ولا من الخاوي لكن في دقيقه 5 في دقيقه 80 85 معناها ولينا نلعبوا بريدونس لازمنا نسيري ولا الماتش بتاعنا مش مع تنزانيا نحكي لك هو هذا اش قال بكري وتعاود الديكلاراسيون هذا اش قال؟ معناها في مخاخهم لاعبيه يلزمهم الريزلتا معناها 3 بوان هذاك هو معناها انت بتعمل في شانجمون معناها في الاخر بزوز ملاعبيه معناها ما 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 عمري 92 دخل سجل الحضور بتاعه وخرج على روحه معناها ما تفهمهمش حتى لي شانجمون بصراحه ماكش قاعد تفهم فيه سيدي تنزانيا ماركيت في 92 مثلا الله لا يقدر شنو الاوبجيكتيف انت كي بدلت بزوز ملاعبيه هذوك في اخر دقيقه صحيح ممكن اي انترنور في مخه ربح يحب يسير الماتش نتاعه وتروا بوا اول حاجه يبدل بيفو يبدل دومي يبدل مشي يسير معناها يلعب بريدونس باش يلعب مشي يسكر الوسط نتاعه باش ولا حتى ديفونسور يدخل سي بوزون اما ما عنده حتى دخل بالمباراه البارح ما عنده حتى دونجي التنزانيا ما عملت حتى دونجي على على تونس ما فما حتى شيء ما هيش حتى شانجمونات سيرتو الاخرين في اخر سكوندا ما فهمناهم مش فما عباد يقول لك شنو تعاليق ما تعرف الناس كل تعرف الناس كل تعلم شنو الاوبجيكتيف نتاعها
ممكن انت قلت انا ما لاحظتهاش البارح، انت قلت باش مع خاطر هي كان شفت اللقطه وقتها الكره 6 متر عند فاروق، كان حب يعمل نعم. تغيير وقتها ما حبش الحكم ولا حاجه، فاروق ديريكت في التماس باش يدخلوا يعمل يقيدوا يعني. علاش ما دخلوش من قبل انت؟ علاش انت باهي ما دخلوش البارح ما يتقابلوش دولي معناها علاش ما عملتهاش من قبل؟ لازم يعمل ماتش، لازم يدخل معناها كيما ما يصيرش زفر الاربيتر سامحني وفي الماتش باش ما يصيرش قبل كيما صار مع صابر اللاموشي وقتها جاء قعد على البنك وبعد مشى. سامي عندك تعليق على التغييرات؟ لا عندهم حتى سيرتو الاخرانيين زوز حتى معنا لا ونمشيو اكثر من هذاك معناتها حتى التغيير نتاع سليتي بون سليتي نعرفوا لي بلاتفورم نتاعو جو نسي با معناتها كيسكي بو ابورتي. وحتى وقت هبط سليتي ما هبطوش القدام، هبط الخاوي قدام وهبط سليتي وهبط سليتي لا 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 سليتي هبط كاريمون بريسك اون 6 ادمي اون 8 معناتها بريسك اون بيفو. الخاوي اللي هبط على اليسار اللي هو كان من المفروض انه سليتي سليتي اللي هذيك بلاستو سليتي الاصليه هبط رقم 10 هبط التالي لعب الخاوي تحت الثلاثة كون برشا لعب ومشى الخاوي على اليسار اي سي بور سا كو خاوي الى يو دو اي دو زوكازيون خاطر الخاوي مشى في بلاست سليتي. شوف احنا قاعدين معناتها ندوروا اوتور دو سيجي. شوف لو سيجي سي لو سي دوزيام تور دوزيام تور شنو هو باش تكون لي بريستاسيون لي ريزولتا في الدوزيام تور نتاع الكوب دافريك مع انه وهاني عاود نقولها بالكونفيغوراسيون هذيا نخاف على الفريق الوطني التونسي حتى في الدور الاول نتاع الكاس الافريقيه. معناتها توا اليا ان نيفيلمون احنا ماناش اون غراند ايكيب دافريك ما عندناش لي تالون تاع الاخرين ولكن مش نمشيو نحنا بالكونفيغوراسيون هذه ماشي معناتها سي ان سويسيد ماشين سان اتاكون سي اون ايكيب اللي ماشي للكوب معناتها الكوب دافريك من غير معناتها مهاجمين. بالنسبه لي انا نقطه استفهام كبيره ياسر فريق هذا ما عندوش هويه وما عندوش شخصيه وشفناها هذه شفناها في الزوج مباريات الوديه شفناها في المباراه نتاع البارح وباش نزيدو نشوفوها كان تقعد الكونفيغوراسيون هذه الماتش اللي من بعد ما نجيبش نجيو نشوفوها في تنزانيا مازال عندنا انوتر ماتش على الاكستيريور اي مازال عندنا الماتش نتاع ليبيا ماهيش ليبيا باش تجينا ماهيش ليبيا اللي معناتها ربحناها اربعه نتعداو على الكوب دافريك راهو بالكونفيغوراسيون بالفلسفه هذه وباللاهويه هذه وباللا شخصيه هذه وسامحني هذه مهمة المدرب يخلص على هدايا يخلص مش جمعية متاعه تكون عندها هوية ومش تكون عندها شخصية ومش تكون ثم حلول أور توا مثلا معناتها في الهجوم مثلا مش حلول. شوف سلام كلمة معناها ممكن حتى قريب نكمل ولا حاجة اليوم نحن كي نحكي وهكرة وما نش نحبوش المنتخب بيوصل ولا يهز ولا كوب دافريك ولا يمشي دوزيام تور ولا يوصل حتى فينال كوب دي موند. احنا نحكيو نحلو في المباراه باش حتى الناس اللي تسمع فينا نحكيو كل مباراه نحلوها. حللنا المباراه نتاع البارح تناقشنا على لي بوين بوزيتيف والنيجاتيف. اليوم المانيير راهو المانيير تلعب ضد تنزانيا بكيب معناها ماهيش موجوده مع كل احتراماتنا لتنزانيا لكن انت المانيير البارح كانت خايبه على الاخر. انت تخمم اسكو انت فيديراسيون ولا اطار فني تخمم في اللي جاي بيان سور تخمم اللي انت ماشي ركوب دافريك كاميرون 2021 تخمم باش تمشي 2022 كوب دي موند في قطر اسكو بالهكايه بالمانيير هذه بالملعبيه هذه بالفورمه هذه قاعده تشوف في 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 بلان بي كيما 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 قالوا الاولاد قاعد تشوف في بلان بي قاعد تشوف في ملاعبيه اخرين قاعد تشوف في حكايه اخرى راهو بالمانيير هذه ما تنجمش تعمل كوب دافريك كبيره. باهي نحكيو شويه على مقابله الاياب ضد تنزانيا نسمعوا شنو قال عليها منذ الكبير وبعد نرجعوا. ان شاء الله عنا الوقت باش نهارين هذوما باش نسترجعوا القوه نتاعنا ويزدنا تحضير اخر خاصه على المستوى الذهني خاطر اذا نكونوا ذهنيا لاباس بقدره السميع العليم نرجعوا بنتيجه ايجابيه ونفصلوا حكايه الترشح اللي كان ان شاء الله. زون ميكس كيفاش تشوف تعلق ماتش الياب؟ ماتش نتصور مانيش باش نكونوا اخيب من البارح سكي سور
انا متاكد الاولاد باش يعملوا رياكسيون لانه يعني عايشين معنا ويعرفوا العباد اش قال جمهور المنتخب اش قال انه كان باش يكون بالجمهور تعدينا اكوتي بالعكس خير أي. خير انا جيت سيور اللي مش نعملوا ماتش باهي غادي وان شاء الله ان المنظر الكبير يوسع في الاختيارات نتاعو ويجرب اللاعبين اللي نجموا ينفعونا غدوه ويبعد من من من, من, من ما همش ريزيرفيل بلايس معناها نورمال مو كيصير حتى فرصه حتى كي يجي ماتش خايب هكا باش تبدل باش تجيك فكره باش تجيك كذا وراه تنزانا نجموا نلعبوا لها بنفس هجومي واحنا مرتاحين معناها وان شاء الله روندمون تاع الديفونسوريت يكون به كما البارح عملوا ماتش به لكن سو بلون اوفنسيف ما شفناهمش برشا ان شاء الله وهبي خازي يسجل هذوما الحاجات اللي نحبهم ان شاء الله على ايش وهبي بالذات اي واحد يسجل انا خاطر وهبي انا فما تروج وور كادر بالنسبه لي انا في المنتخب اللي علي معلول وديس سخيري وهبي الخازي كل ما واحد منهم ياخذ كونفيونس لمسكني مش كادر لا كادر واكسبيريونس وكابيتان مي نحكي اللي يلعب واللي يعطيه 100% معناها يوسف يتعدى بمشاكل بدنية وفنية الناس كل تشوف فيها والناس كل هو بيدور أو يعرفها ما ينجمش معناها حتى تو كان مش تشد صح راسك وتخليه يلعب في التونجو ذاك مش تحطه كيانك قدام الجمهور مش تقول ايه قدام الجمهور وهو معناها ما شو اللي كبش فيديه فوالا وسام شنو التغييرات اللي تشوفهم في المقابلة بارابور البارح بون ماتش انت تلعب الاكستيريور في الافريق قدام جمهور ممكن تقز هذا مش كيف هناك ما غادي الاجواء مش كيف ناس كنا احنا لعبنا في الافريق ونعرفوا سيرتو نحن توا المنتخب 9 بوان مازال 10 بوان كما قال هو معناها يضمن الترشح نتاعو الكوب دافريك مش يكون صعيب لكن مش كل الادفيرسير القوي برشا اللي مش يقلقنا معناها في الافريق كما الماتش وقت لعبناه من قبل ضد نيجيريا اتذكر وضد كامرون ولا مش يقلقنا برشا مش يكون ماتش كما قال طارق مش يكون اخيب من لعبنا البارح واحنا ديفونسيف مور انا باهين اسلام وقوه معناها كي نلعبوا لبرا نعرفوا كيفاش تكتيك مو نعرفوا كيفاش نلعبوا لبرا كي نحبوا ندافعوا نعرفوا كيفاش ندافعوا كي نحبوا معناها انا بوز لي جو باش نربحوا باش نخلقوا فرص كيما البارح وباش نلقاو الفينيسيون نلقاو السوليسيون اوفنسيف نلقاو مشاكل كبيره سيرتو في البريود هذيا قاعدين نلقاو مشاكل كبيره في الاوفنسيف لي سوليسيون اوفنسيف الحلول الهجوميه اللي واحد مع واحد يساوي اثنين ما جاوبتنيش مازلت اشنو شكون نبدل وشكون ندخلو انت ديما تحطني في مشاكل سليم بدل خل ما تحبش تجاوب تحفظ ما يصيرش جاوب لا نجاوب علاش جاوب نبدلو ما هو يعرف زاد التكتيك ما هو يعرف الانترنور يعرف شكون باش يحط بون مش نلعبو كيما بون تروبيفو مش نلعبو تروبيفو اكيد جدا معناها رايك نلعبو تروبيفو اكيد احنا البارح لعبنا تروبيفو خلي معناها مش نلعبو اكستريور ما نلعبوش تروبيفو نفس التشكيله تقعدوا مش سير تغيير باز مش سير تغيير يعطيني يا وسام ممكن يوسف نشوفه مش يلعب الأكثرية مش حاضر فيزيك مام شكون بلاستو مش يقدم ملاعب يمكن سليمان يمكن يلعب تسليتي ممكن الخاوي أعطيني أنت طارق شكون يدخل شكون يخرج في كلمة يدخل عمي بن عمر بلاست في الجاني السياسي ايه ونشوفوا في وسط اللعبه نشوفوا ليس جلاسي وهو سعد بقيت سامي نكمل معاك من برا هذوما سامحني ما شفتهم ثاني شوف اي هي بال احنا باش نلعبوا ضد مع فريق اقل متوسط لكن باش نلعبوا في بلاده لذا معناتها الكونفيغوراسيون معناتها التركيبه نتاع الفريق هذا يساعد لانه في تنزانيا دراجر بشرقه اكثر اسباس وعلي معلول بشرقه اكثر اسباس يساعدنا معناتها هذيك هي احنا نلعبوا عندنا اعوام واعوام نلعبوا هكا ونصور حاجتهم بالماتش اكثر منا المشكله شنو جديد في لا معناتها في توزيع الادوار في وسط الميدان وشنو القدام انا يدور لي نجم بالنسبه لي انا راهو نجم برشا معناتها يلعب بالمساكني زاد غاديك من الاول بكل معناتها بالنسبه ليه نجم يلعب بالمساكني بون كان باش يلعب بخاوي باش تولي خاوي ورفيعه وبن سليمان شوف ثم اعاده توزيع ادوار في وسط الميدان وسط الميدان اي بي خويا العزيز انا نحب نشوف جلاسي نحب نشوف سعد بقير على الاقل نص ساعه نحب نشوف او ديبار يعني نشوفوه خاطر لانه لغز كبير ياسر راهو سليتي
سليتي ايتي لان دي زاتاكون اي دي جوور فار في ليكيب هذيا و الى بورتي دي سوليسيون او نون افونسون او نون يعني الفات ما عندناش افونسون معناتها كان هذاك يجيب لنا سوليسيون كبيره ياسر انا ماذا بيا نشوف سليتي على الاقل يطمئن قلبنا على سليتي اي بي يلزم معناتها وسط الميدان هذايا وسط الميدان هذايا يلزم اعاده توزيع ادوار هذا معناتها التكتل معناتها اربع جوارات في 15 متر ويلعبوا اكثر ريغور لازم برشا ريغور واضح يعطيكم الصحه شكرا لك سامي العكريمي شكرا لسامي العابدي شرفتنا بحضورك ايضا شكرا لك طارق المسعودي هكا نسكر البارونتيز نتاع المنتخب الوطني التونسي قدوا معنا مكملين حتى ال 15 زون ميكست